سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالتخسيس أو نقصان الوزن، فهي وصفة رائعة للغاية للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن وفي منطقة الجسم أيضا. فنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. هي بالمكون السحري ألا وهو الحمص. فالحمص كما تنعرفوا عليه حنا تيسمن وتيغلظ، ولكن اليوم في هذه الوصفه ما غادي يسمننا ما غادي يغلظنا، بالعكس غادي يكون هو القاضي على الدهون وغادي يكون هو القاهر للدهون بفضل هذه الوصفه اللي ما غاديش يكون فيها غير الحمص بوحديته. غيكون كمكون رئيسي وكمكون ضروري واساسي، ولكن ما غيكونش بوحدو، يعني ندخلوا معاه مكونات ثانويه باش الوصفه تكون عندها مصداقيه وفعاليه ونجاحيه اكثر. فهي وصفة مهما كانوا الدهون عندك في البطن أو في الجسم غتخلصي ليا منهم، هي النساء والرجال وحتى الولادات الصغار أو الأطفال، وهي للجنسين معا، يعني حتى الأب الزوج ديالك الأخ والعم، لأنه بزاف النساء كيسولوني في التعليق واش ممكن نستخدمها الزوج أو الأب أو العم أو الخال، فأكيد ممكن. فهي للجنسين معا، وهي عبارة عن مشروب، ليست بوصفة للأكل وليست بوصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي، وإنما هي وصفة للشرب، هي محلول أو مشروب للتخسيس. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها في القريب العاجل، ترجعوا نفس الفيديو تكتبوا لينا في التعليق كيفاش جاتكم الوصفة بعد ما جربتوها. قبل ما نمشيو نتعرفوا حبيباتي على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها، طريقة استخدامها واستعمالها، بغيت نقول لكم واحد مرحبا وألف مرحبا كبيرة كبيرة حبيباتي وكل من كيتابعني وكل من كيزورني. الا كنتو اول مره كتشوفوني فاشتركوا في القناه، اشنو تتسناو؟ فعلوا زر الجرس، خليو لنا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، استفسارات ديالكم، الاسئله ديالكم، كل ما كيتعلق بكم يعني خليوه لينا في لي كومونتير باش ان شاء الله اي وصفه يعني خليتوها لينا ولا بارطاجيتوها معايا نجربها انا شخصيا بدوري، لانه حاليا كنجرب بزاف ديال الوصفات شاركتهم معايا، والوصفه اللي كتعجبني راني كنجي نبارطاجيها معكم في القناه لتعم الفائده ان شاء الله لعدد كبير 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 بزاف من السيدات والغزالات ديالي. فدابا غادي نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه ديال التحضير ديالها وطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها كذلك. فكما قلنا غادي نحتاجوا ان شاء الله الحمص اللي كيجي بهذا الشكل هذا، هكذايا كميه ديال الحمص. غادي تحتاجوا معايا في المكونات الثانويه الى حامضه هكذا مقطعه الى نصفين، ممكن تقطعوها شرائح او تقطعوها قطع صغيره. تحتاجوا معايا ان شاء الله الى الكمون. هذه الوصفه نبغي نبشركم ونقول لكم هي بدون سكينجبير او بدون زنجبيل. بزاف ديال الاشخاص كتبوا لي في التعاليق فيديوهات يعني كانت في القناه يعني عملتها لكم منذ مدات، تكتبوا لي انكم ما تتبغيوش اللوغو ولا البنه ديال السكينجبير بزاف الوصفات للتخسيس. فاليوم عملت على وصفه بدون سكينجبير، ولكن هذا لا يعني انه الزنجبيل او السكينجبير سواء كان بودرة او كان طازج راه ما زوينش اولا ما عندوش فعاليه اولا ما بنينش، لا كاينين الناس كيعشقوا السكينجبير في البنه ديالو، وان شاء الله فيديوهات مقبله نجيب لكم وصفات بسكينجبير اولا بالزنجبيل. فكنحاول نلبي جميع الطلبيات جميع الرغبات ديال بزاف ديال الناس باش كلشي يبقى ان شاء الله على خاطره. بخصوص المكونات الثانويه غنحتاجو كمكون اول هو الكمون البلدي. هنا عندي البلدي البنات، ما تستخدموش الكمون الرومي لانه ما كتكونش فيه فعاليه، البنه ديالو كتلقاوها شويه كما تنقولوا ما فيش واحد الفعاليه ديال الكمون، ما كتحسوش الكمون 100%، ممكن تحسوا به واحد 60% ولا 70 ولكن ماشي 100%. فمن الاحسن تاخذوا اي توابل يكونوا بلديين. غتحتاجوا معايا الدارسين اولا القرفه، وهنايا عندي القرفه حتى هي البلديه. غادي تحتاجوا معايا ان شاء الله الى جوج ديال الاعشاب. غادي نستخدم معكم هنايا عشبه زريه الكتان، انا غنوريكم الشكل ديالها. هانتوما البنات الشكل ديال زريعه الكتان، هذا هو الشكل ديالها او بذور الكتان. وغادي تحتاجوا معايا ان شاء الله للزعتر، هذا هو الشكل ديال الزعتر هانتوما. هانتوما هذا هو الشكل ديال الزعتر المجفف،
هادو هما المكونات كامله. كما قلنا عندنا الحمص كمكون اساسي وضروري، عندنا الحامض، عندنا زريعة الكتان، عندنا الزعتر، عندنا القرفه، وعندنا الكمون. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير بعد ما تعرفنا على جميع العناصر. كما لاحظتوا في الفيديو ديال اليوم ما بغيتش نكثر لكم عده مكونات، فاكتفيت غير بمكونات بسيطه. فندوزو لطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم اكثر. بسم الله. فغتحتاجوا معايا كميه ديال الحمص، انا ما ضفتش الكميه كامله، اكتفيت غير بهذا المقدار. غتضيفوا لي الحامض، غادي تضيفوا كميه من الكمون، كميه من القرفه، كميه من زريعه الكتان، زريعه الكتان زوينه البنات بخصوص التخصيص، وكميه من الزعتر. الا عندكم حتى العويدات ديال القرفه استخدموهم. وغتاخدي لي واحد الكوب ديال الماء بارد، وغتغلي لي المكونات كاملين فوق النار، ولكن بعد ما نحركهم واحد التحريكه بسيطه. غادي توضعي هذا الكاسرول فوق النار لمده 30 او 20 دقيقه كامله فوق نار مهيله. بعد ما تحسي باللون ديال الوصفه تغير والوصفه يعني كتربخ كما تنقولوا حنايا، ولا كتحسي بالغليان ديالها، ف كتطفي النار وكتخلي المحلول يبرد، ومن بعد كدوزي للتصفيه ديالو. فهادشي اللي غادي نعمل انا الان. غادي ناخذ الكاسرول ونوضعها فوق النار لمده ديال 30 دقيقه او 20 دقيقه على حسب كل سيده يعني وشنو فضلات، وحتى الغليان ديال الوصفه شحال المده اللي خدا ليكم، واش 30 او 20. فانتما حبيباتي دابا وضعت الكاسرول فوق النار كما قلنا تكون مهيله، وكتخليو هاد الكاسرول هادي تغلى اولا تغلي لمده 20 او 30 دقيقه كامله. بعد ما غتغلي ان شاء الله غادي ندوزو لتصفيه المحلول او المشروب. هانتوما حبيباتي بعد ما كتوصلوا اولا كتوصل الوصفه ديالكم للمرحله ديال الغليان، هذا هو الشكل ديالها بعد ما كتغلي. لاحظوا معايا اللون ديال الوصفه تبدل تماما، مابقاش اللون ديال الماء العادي. الى الوصفه فاش كتهزوها من المعلقه وتتحسوا بها يعني لونها عادي لون الماء، هذيك وصفه غير ناجحه نهائيا. فضروري من اللون ديالها يتبدل يولي بهذا الشكل هذا باش تعرفوا الوصفه راه ناجحه معكم 100%. فكتحركوا الوصفه بهذا الشكل هذا، هانتوما واحد الريحه يا البنات، ريحه الزعتر مخلطه مع هاد العناصر ولا اروع، هائله هائله للغايه. الناس اللي كيبغيو ريحه الزعتر او الريحه ديالو راه غتعجبهم هاد الوصفه بشكل كبير وبزاف. ودابا بعد ما غلات الوصفه مزيان غادي نطفي النار، ولكن غنخلي المحلول او هاد المشروب يبرد لمده 5 دقائق او 10 دقائق. وبعد ما خليت المحلول او المشروب يبرد كما قلنا لخمسة دقائق او 10 دقائق، غندوزو دابا لتصفيه المحلول. بسم الله على بركه الله. عاودت لكم يا البنات واحد الريحه تتحمق في هذا المحلول هذا، خصوصا محبي الزعتر، الناس اللي تفضلوا الزعتر بشكل كبير وتتعجبهم البنه ديالو. فهذه الوصفه هديه مني ليكم. فهذا هو المشروب حبيباتي بعد ما غلا، هانتوما لاحظوا اللون ديالو راه تبدل تماما. فهذا هو المشروب. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على التحليه ديالو، فممكن اضافه ملعقه من العسل، ولكن صراحه انا شخصيا ما ضفتش له التحليه لانه البنه ديال الزعتر بيتها تبقى حاضره وبقوه، فاستخدمت الوصفه بدون تحليه. ولكن نتوما الا ما عجبتكمش بدون تحليه فممكن اضافه ملعقه من العسل ديال سواء النحل الحر او عسل سكر او عسل طبيعي، فاللي توفر عندكم ولكن غير ملعقه صغيره. فهاد الوصفه كتاخذوا فيها كوبين اي جوج ديال الكؤوس
في اليوم. الكوب اللي غتاخدوه غير كوب ديال الشاي، يعني كوب صغير ماشي كوب كبير، كوبين في اليوم، كوب قبل وجبة الفطور وكوب قبل وجبة ديال العشاء، بالنسبة للناس اللي باغين يتخلصوا من الدهون في منطقة البطن خصوصا. الناس اللي باغين الدهون في منطقة الجسم يتخلصوا منهم، فما عليهم الا ياخذوا كوب بعد وجبة الفطور وكوب بعد الوجبة ديال العشاء، كوبين في اليوم لمدة ديال 3 ديال الايام. غتبداو تلاحظوا الفرق او النتيجة. في مدة اسبوع غتنقصوا كل الدهون المتراكمة عندكم، صالحة النساء للرجال حتى الوليدات الصغار، آمنة للجميع الحمد لله باعشابه بمكونات خطيرة، و يعني الفعاليه ديالها حاضره وبقوه بخصوص التخسيس. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم، انكم استفدتوا معايا فيها سواء في القليل ولا بالكثير، المهم عندي هو تخرجوا باستفاده. شكرا لكم على دعمكم، ما تنسونيش بلي لايك، اشتراككم في القناه، تفعيلكم زر الجرس. موعدي معكم جدد في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.